السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم طلاب. ان شاء الله اليوم راح نكمل حل صفحه 93 بعد بيونت 6. Find these words، جد هذه الكلمات، and match them، واوصلهم to the meaning، حسب المعنى. عندي نمبر 1 students، طلاب، نمبر 2 volunteer، متطوع. Students، طلاب، يا حرف B. People who are studying، اشخاص او ناس في الدراسه او يدرسون، شو يقول عليهم؟ طلاب. Volunteer، متطوع. Someone، شخص ما. Who works، الذي يعمل. Without money، بدون نقود. طلاب عندنا الاي، هذا مهم، قواعد. Complete each sentence، اكمل كل جملة. With the correct form، مع الصيغة الصحيحة. Of the verb، مع الفعل. In brackets، بين قوسين. طلاب هذا اغلبه شنو؟ مستقبل بسيط باستخدام going to. From now on I work، طلاب انزل I، هي موجودة، اجيب am. Going، هنا بعد اكو to، اوكي، going to، مثل هاي اكتبوا to ورا going. والفعل المجرد شنو؟ work، ينزل. Had because I want to pass the exam. Number two، when منير finish، هنا انا منير مضارع فاعل، الجملة يا زمن مضارع. منير finishes، ينهي school. عندما منير ينهي المدرسة، he get، شاقول اقول he is going to get a job in a restaurant. هنا انا مضارع بسيط، هنا انا مستقبل باستخدام going to. Number three، when I get، اضل نفسها، home tonight I am going to. I تاخذ فعل مساعد am، اجيب going to من عندي، والفعل phone، يتصل او يخابر، اضل نفسه. Number four، when the children see، اضل نفسه، their father tonight he، اللي هي شاخذ فعل مساعد is، وراها شجيب going to، البي فعل مجرد، يظن نفسه، واكمل. واضح طلاب؟ الاف ما بي حل، بس اكتبوا الارقام وياي. 4 2 1 6 5 3 7 بي في شيء مهم هذا استاذ؟ لا. نكمل بعدنا بيونت 6، وصلنا حرف الجي. Which jobs، أي وظائف، connect these words، write the names of the jobs، مطيني معلومات لازم أقول له يا وظيفة هاي، أوكي. Newspaper، number one، رقم واحد، newspaper، جريدة. Story، قصة. Article، مقالة، منو هذا اللي يكتبه؟ Reporter، الصحفي أو editor، المحرر. واضح؟ Number two، fire، نار. Danger، خطر. Water، مي او ما. من هو الحل؟ فاير فايتر، رجل اطفاء. نمبر 3، بيلدينج، بنايه. بلان، يخطط. دراو، يرسم. من هو؟ ارتكيت، مهندس معماري. نمبر 4، ليتر، رساله. تليفون، هاتف. كمبيوتر، كمبيوتر. اوفيس مانجر، مدير المكتب. نمبر 5، ليسن، درس. بورد، لوحه او سبوره. كلاس، صف. من هو؟ تيشر، المدرس. نمبر 6، بلين، طائرة. ايربورت، مطار. فلاي، يطير. منو يشتغل به؟ بايلوت، الطيار. نمبر 7، كار، سيارة. ريبير، يصلح. وركشوب، ورشة. ميكانيك، مصلح سيارات. 8، 8، تيث، اسنان. تيك كير، يعتني. تشير، كرسي. منو؟ دينتست. واضح طلاب هذه المهمات. نكمل. Find the odd one out، circle the word. هنا الطلاب ايش مطيني؟ مطيني ثلاث كلمات اكو كلمة بيهن غريبة. واضح؟ من عرف من odd، استخرج الكلمة الغريبة. Number one، burn، يحرق. Put out، يطفئ. Teach، وعلم. شنو الغريب؟ teach. Number two، pilot، طيار. ميكانيك، مصلح سيارات. باص درايفر، سائق باص. من هو غريب؟ pilot، اوكي؟ يعني هذا يصلح سيارات وهذا يركب سيارات. نمبر 3، green، اخضر. patient، صبور. kind، عطوف. شنو اللون؟ green، هو غريب. نمبر 4، university، جامعة. college، كلية. office، مكتب. الغريب مكتب. نمبر 5، equipment، معدات او تجهيزات. uniform، زي موحد. trousers، بناطيل. شنو الغريب؟ equipment. نمبر 6، ساينس، علوم.
درايفنج سياقه هيستوري تاريخ. شنو الغريب درايفنج؟ هذا هم موضوع مهم. اي شيء اترجمه يعني مهم. اوكي طلاب نكمل. وصلنا حرف الجي. write these abbreviations in full. طلاب هذا موضوع مهم جدا جدا جدا. اوكي اكتب الاختصارات، يعطيك الاختصارات وتكتب له الكلمه الكامله. dr شنو اختصارها مال دكتور، طبيب. نمبر 2 IT، هاي مهمة دائما تجي من امتحان. IT الـ I information، الـ T technology معلومات تكنولوجية. نمبر 3 الـ maths شنو أصلها؟ mathematics رياضيات. نمبر 4 exam امتحان، examination امتحانات. نمبر 5 PE physical education تعليم فيزيائي. واضح طلاب؟ هاي موضوع مهم. ونلتقيكم إن شاء الله المحاضرة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله.